فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صمت شهرين متتابعين كفارة اعتمادا على التقويم الهجري، فصمت 59 يوما، فهل صيامي صحيح أم لا بد من صيام؟ ما سألت يا أخي، ليه ما سألت قبل؟ أنت ما تشوف الهلال علشان تبني عليه. الواجب أن تصوم 60 يوما، 60 يوما تكمل الشهر، لأنك ما رأيت الهلال. أنت ما أكملت الهلال الآن، ما أكملت الصيام. الواجب على من لم ير الهلال أن يكمل. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإذا لم ير الهلال يكمل العدة. فأنت لو سألت من قبل، لكن هالحين لازم تكتب سؤالك وتلسله للإفتاء ينظرون فيه. أخاف أن بيصير عليك إعادة الصيام كله. نعم.